زي ما يجي مثلا اتحاد الكوره يعين الكابتن امين عمر حكم لمباراه القمه. الكابتن سيد عبد الحفيظ اتحقق معاه علشان قال انه الكابتن جهاد جريشه بعد كل خطا مع النادي الاهلي يطلع يعتذر. قال لك لا ده سيد قال بيتصل بيا. انتوا جبتوا يتصل بيا دي منين؟ يعني وانت بتحاسبني على اللي انا قلته ولا اللي انت نفسك ان انا اقوله؟ انت بتحاسبني على اللي في نفسك انت مش على اللي بيطلع من لساني. سيد عبد الحفيظ يقول لك جهاد جريشه يغلط يطلع يعتذر لنا، وده اللي حصل، وده اللي حصل لانه مثبت بصوت وصوره منه وعلى صفحته، مش اتصال على فكره، لبسوه حاجه تانية خالص. فلما سيد راح وموقع في الجول اعتذر عن الخطا المهني الكبير اللي نسبه لسيد، الراجل في المحقق في اتحاد الكوره شاف انه سيد عبد الحفيظ ما اخطاش وما قالش ان هو ده الموقع اللي كتب اعتذر وراح اعتذر وقال لك ما قالش كده واحنا فين غلط. قال لك اشمعنى برأته سيد عبد الحفيظ؟ برأه سيد عبد الحفيظ عشان اصلا انت الواقع ما حصلتش غلط. ايوه الواقع من الاصل غلط، وفي الجول زي ما انتم شايفين اعتذر. لكن ما علينا، تيجي ليله مباراه القمه شوفوا بقى الكلمه بتاعت سيد عبد الحفيظ لوحدها انه يجي يخضع للتحقيق ويتغرم ويتوقف و و. طب لما يطلع راجل مسؤول في اللجنه التنفيذيه لنادي الزمالك ليله مباراه القمه ويتهم الحكم اللي هيصفر بكره ويحكم المباراه ان ده حكم مرفوض لانه اهلاوي، امين عمر اهلاوي وما اتحققش معاه ولا حد حقق ولا حد اتكلم. نفكركم بالكلام ده. هل متضايقين من اسناد المباراه للكابتن امين عمر؟ لا، هي حكايه ان احنا مش متضايقين، بس هو بس انا بيتهيألي هو في خناقه ما بين الكابتن احمد وجيه والكابتن امين عمر. كابتن وجيه احمد، وجيه احمد، معلش. ايه دي؟ بيتهيألي ان هو بيكره امين عمر لان هو عارف ان امين عمر اهلاوي وبيحطه في مواجهه. وانا بكره قلقان بصراحه من الاخطاء البشريه اللي بتصير في اتجاه واحد ضد الزمالك. وكنت بقول للكابتن وجيه احمد اللي احنا بنحترمه، بس يعني لما كنت تنقي يعني ارحم الراجل، يعني ارحم امين عمر من الضغط اللي عليه، والنادي الاهلي بيحط ضغط وهو الراجل اهلاوي ومعروف انه اهلاوي. طيب والله العظيم يعني الناس اللي عماله يعني كابتن سيد لما يسال سؤال دون ان يتهم الحكم بيتحاسب وبيتغرم، ولما ما يقولش حاجه يفسر كلامه ويتحاسب ويتغرم، ولما يبص ويتكلم وكابتن حسام البدري يطرد ويتحاسب. طيب ده الراجل في اللجنه التنفيذيه وكل يوم يطلع يقول هذا الكلام، ده ليله الماتش بيقول هذا الكلام، بيقول ان ده راجل اهلاوي، يعني بيتهمه في انحيازه، وده انت راجل مسؤول. حد اتحرك في اتحاد الكوره انه يحاسبه؟ حد اتحرك في اي جهه من الجهات اللي هي في وزاره الشباب والرياضه اللي عينته ان تحاسبه؟ اه طبعا. تقول له ازاي تقول الكلام ده وانت بتحرض؟ هل هو فعلا قدم ما يثبت انه اهلاوي الهوى اللي هو كلام معكوس؟ يعني كل الاحصائيات اللي هتقولها قول لنا. احنا بنتكلم بالمنطق يا جماعه. امين عمر، الكابتن امين عمر، وحكم دولي كبير ربنا يوفقه ان شاء الله، عنده مسيره كبيره ويروح كاس عالم ويروح ان شاء الله حاجات كبيره هو وكل حكام مصر المتميزين. لكن علاقته بلقاءات الاهلي والزمالك ايه عشان يتهم ان هو اهلاوي ليله المباراه؟ كابتن امين عمر حكم للزمالك 20 مباراه، 20 مباراه، عارفين حكم للاهلي كام؟ 13 مباراه. طب في ال 20 مباراه الزمالك فاز في 17 وتعادل 3، لم يهزم، ولم يهزم الزمالك مباراه واحده في اداره امين عمر ليها، مباراه واحده ما خسرهاش. ده مش بس كده، عمره ما طرد حد من الزمالك، لكن طرد اتنين من المنافسين ضد الزمالك. عمره ما ادى لاعب من الزمالك انذار. انتوا متخيلين 20 مباراة امين عمر اللي بيقول لك اهلاوي عمره ما طلع كارت اللاعب من الزمالك في ال 20 مباراة، لكن عملها ضد منافسين الزمالك كم مرة؟ 29 مرة. شايفين الرقم؟ 29 انذار في 20 مباراة، في 20 مباراة ضد ولا انذار للاعب في الزمالك.
ده الحكم الاهلاوي حسب كام ضربه جزاء للزمالك؟ لا وطردت مرتين طرد وادى حالتين طرد وادى ست ضربات جزاء حسب للزمالك ست ضربات جزاء بس عمره ما حسب بنالتي على الزمالك في 20 مباراه يعني لا بيطرد له لعيب ولا بيديله انذار ولا بيحسب له ولا بيحسب عليه ضربه جزاء وحسب له ست ضربات واثنين طرد و29 انذار واهلاوي بصوا علشان انا بقول لكم والله بتعريف عقل شويه بتعريف عقل شويه ده رقم 29 مباراه مش وجهه نظر يعني 20 مباراه يحصل فيهم كل ده طب في ال 13 مباراه للنادي الاهلي اذا كان الاهلي في ال 13 مباراه فاز 9 اتعادل 2 واتغلب 2 يعني هو حكم للاهلي اقل الاهلي خسر مرتين الزمالك ما خسرش خالص في ال 20 مباراه انما في ال 13 مباراه امين عمر مع الاهلي خسر ماتشين اتعادل الاهلي مباراتين يعني اربع مباريات من خش اللي باع الطرد والانذارات والنبي انتوا عارفين انه طرد من الاهلي مرتين اللي عمره ما ادى كارت للاعب في الزمالك لكن طرد من الاهلي اتنين وطرد من المنافسين الاهلي مره واحده عمره بالنسبه للمنافسين عمره ما ادى انذار لمنافس من الاهلي ما اداش انذار لمنافس ضد الاهلي حسب ضربتين جزاء للاهلي وحسب ضربه جزاء ضد الاهلي يعني في 20 مباراه ما حسبش ولا بنالتي ضد الزمالك لكن في 13 مباراه حسب ضربه ضد الاهلي وضربتين للاهلي وست ضربات للزمالك ولا ضربه عليه انتوا شايفين الارقام لحكم يتهم ان هو اهلاوي ماليش دعوه ان هو ايه بس انا بكلمكم على ارقام مجرده يا ريت تشوفوها تاني على الشاشه جدول لامين عمر مع الاهلي ومع يا الزمالك يا جماهير الكره المصريه بكافه انتماءاتها خدوا الجدول ده وناقشوه وحللوه واعرفوا هو اهلاوي ولا يحكي ولا هو كلام وبعدين انت بتتهمه عشان تعمل ضغط عليه وبعدين كده اللي قال انه اهلاوي وازاي يعمل كده والاتحاد يعمل كده وشكك فيه وشكك في مصداقيته ده مسؤول جوه نادي الزمالك لم يحاسب وسيد يحاسب طيب عمل ايه امين عمر في ماتش الاهلي والزمالك كلنا حييناه لنجاح تجربه الحكم المصري في لقاءات القمه ماشي بس ده في ضربه جزاء صريحه وصارخه لرامي ربيعه اهي وهو متداس على رجله شايفين ضغطه وبنون ممسوك بنون ممسوك من ايده ده لقطه واحده فيها بصوا الصوره اهي ضربه جزاء لرامي ربيعه لا استوقفت حد ولا حد اتكلم فيها ده التحكيم